متابعين معكم مباشرة عبر شاشة الان تي في بمنجيلك وبالجولة الثانية. بذكر المشاهدين وبذكركم نجوم كيف توزعت النقاط لولا المرة الثالثة، ولكن لازم ارجع اذكركم لحتى تزيدوا نقاطكم وتقنعوا المشاهدين انه يختاروا اجاباتكم. بنشوف سوا على الشاشة ست جناح معنا 200 نقطة، وانا اكيد بهيدي الجولة رح بنزيدوا حيصيروا 1200. ميشيل معك 1000 نقطة، رشا 500 نقطة، وجاد 600 نقطة. المركز الثاني لجاد، المركز الثالث لرشا، والصدارة لميشيل. أما كل شيء رح يتغير لأنه جايزة قيمة تقدمة الموبيلي توب رح بتكون بانتظار شخص واحد. مين يا ترى؟ بنشوف سوا الجايزة قبل. ألوف الدولارات تقدمة موبيلي توب رح تكون من نصيب المشاركين ببرنامج من جيلك خلال شهر رمضان المبارك. وفعلا شو ما كان جيلك وشو ما كان ستيلك، موبيلي توب هو العنوان لجميع الأذواق والميزانيات. مودرن أو تقليدي، فانكي أو شيك، لداخل البيت أو للتراس، مفروشات أو أكسسوارات، عند موبيلي توب الرابح قادر يجهز بيته على ذوقه. طبعا بالموبيلي توب فيكم تلاقوا كل الاذواق، ونحن متابعين بتلقي الاتصالات. فيني غير مسرحي محمد؟ لوين بدك تروح؟ لانه رشا يعني بتكمل رشا؟ خفت منها. رشا وست جناح كمان. لا ست جناح ولا لحظه اعطيتني اي نظره هيك، بس رشا هلا مش معقول كل المشاهدين عم بنقوا ما بعرف عم بتكون جايزه مش على جايزه معه. طب شو؟ انا برايي تركزوا كثير منيح، شدوا اكثر على المشاهدين. ما خذلت حدا. وبدي وجه تحيه خاصه لسوزان سالم اللي عم بتتابعنا، وبعرف كثار عم بيتابعونا كمان وعم بيحاولوا يتصلوا فينا، ولكن مش عم بحالفهم الحظ. سرعوا قد ما فيكم لحتى نسمع صوتكم وتكونوا من الفائزين. اتصال جديد. الو. الو بونجور. بونجور بونسوار، مين معي؟ جوني يزبي. هلا يا جوني، وين عم تحكينا؟ من البوار. رمضان كريم. الله اكرم يا جوني. يلا فئات امامك على الشاشه: تاريخ وجغرافيا، سينما، سياسه، علوم، عموميات ام موسيقى؟ سياسه. يلا يا جوني. واو. بالسياسه من الواحد للخمسه شو بتختار؟ اربعه. رقم أربعة. خليك معنا على الخط، والسؤال بيقول للمشتركين: في أي سنة تم تأسيس جامعة الدول العربية؟ الاحتمالات هن 1945، 50، 65، 73. 10 ثواني تفضلوا. أنا أعطاني أرر. أنا كمان كتبتها. اكتبوها، اكتبوا لي إياها على الورقة لو سمحتوا. انتهى الوقت. جايزتك عم تتوزع على الشكل التالي: مع جاد 400 دولار، مع رشا 200 دولار، مع ميشيل 100 دولار، ومع ست جناح 300 دولار. ست جناح شو بتقولي له؟ نقيني وقوي قلبك. وما تخاف. وما تخاف. جواب نحن لها. نحن لها. ميشيل. أنا معي الجواب بس رح أقول لك نقي جناح. رشا. إنه مذيعة أخبار، إذا ما رح تنقيني أنت الخسران. بترك الأخبار. هو خسران صراحة. جاد. أنا صاحبك، ساق فيي، يلا مش حاخذ لك. شو بتقول؟ ست جناح يعني أول شيء. يلا ولو. اقرب اقرب انه تعطي الجواب. شو رايك؟ انا مذيعة اخبار يا جوني. لكن تاني من كيش عم تعمل فيك هيدي مش هينه. في الجناح فيك تجمدي. انا ما بدي جايزه قليله، ما راح اعطيك هي. ما انا مش واخذه جوني. شو بتقول؟ انا بنصحك تنقيني. انا بقول نقيني. جوني خليك معي، اطلع فيي. اسمعني يا حبيبي، اسمعني شوي. انا ما ترد. الجناح. انا لك اسمعني شوي جوني. شوف يا محمد، تركي مع رشا معك 200 دولار، ومع ست جناح معك 300 دولار. معك 400. 300 حلوين ولا ال 200 انت انواع؟ شو بدك؟ جناح. اوكي بنثبت عن ست جناح. شو يا جوني كرمال 100 دولار؟ طبعا. ميشيل اي احتمال اخترت؟ اي. اي مظبوط. جاد؟ اي. مظبوط. رشا؟ اي. مظبوط. اي مظبوط. مبروك. قلت لك رح يتغير المعادله. مبروك لك يا جوني، 300 دولار تقدم تريجر ايلاند تستلمها من عندنا من الام تي في. الف مبروك لك وشكر كبير لتريجر ايلاند. اتصال جديد ومتابعين. احلى انسان على فكره اللي عم يسال ليش انا عم بضحك او ليش مبسوط، لانه انا وست جناح عم نحكي بالعيون، لغه العيون. لغه العيون. لغه العيون نحن بنفهمها محمد. لا 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 لا, لا هيدي سريه بيني وبينها. اتصال. الو. انا. مساء الخير، مين معي؟ ليلى. هلا يا ليلى، وين عم تحكينا؟ طريق جديدة. تحياتنا لكل أهل طريق جديدة، وينعاد عليكي. تاريخ وجغرافيا، سينما، سياسة، علوم، عموميات أم موسيقى؟ شو بتختاري؟ عموميات. عموميات. هروح إلى العموميات. أي رقم بدك؟ واحد، اثنين، أربعة أم خمسة؟ أربعة. أربعة. خليكي معنا على الخط، والسؤال بيقول للمشتركين تركيز: أي من هذه الثدييات تقتل أكبر عدد من الناس كل سنة في أفريقيا؟ الاحتمالات هن الإيبوبوتام،
لاين، جيراف أم زيبرا؟ 10 ثواني وتفضلوا جاوبوا. بأفريقيا لكن أي من هذه الثدييات بتسبب أكبر حوادث قتل بالسنة؟ ليلى مع الست جناح عم نلعب على 400 دولار، مع ميشيل 200 دولار، مع رشا 100 دولار، مع جاد 300 دولار، البداية من عند رشا. خلص ما تنقيني يا اختي 100 دولار، شو بدك بهالشغلة؟ ليش بعرفك؟ يلا أنا صايبتها، يلا. أنا بقول لك مجاوبة صح، هالشيء بيرجع لك أنت أو إلهامك. أنا بحسم لك إنه صح وما خذلت حدا ومحسومة. خدي وقتك وفكري. لا ما تفكري أبداً. أنا تعي لعندي أنا بأكد. خليكي هون عم تطلعي، ما تفكري أبداً. معي مني. شو؟ أنا ولا جواب غلط. جاد شو بتقول؟ أنا ولا جواب غلط لهلا، فمثل ما بدي. اسمعي يا ليلى، 400 دولار مع ست جناح، ست جناح شو بتقولي؟ أنا 100% صح. مع 100 جايبتها. أنا بأكد لك إنه صح. مدام جناح. جاد. نقينا اللي أنا بقول. منثبت عند السيدة جناح. وبدي أشوف جاد أي احتمال اخترت. إي. إي مضبوط ليكو فتام. رشا. إي. إي مضبوط ميشيل. إي. ست جناح. مبروك. مبروك. 400 دولار لك، مبروك لك عفوا، تقدم دبي بونوفوا باركي ايجاره تستلميها من الام تي في. مبروك ست جناح، هلا صرنا تقريبا 900 نقطه. ما بدي انا 200 نقطه لحتى اكون عند كلامي. بلحظه اتصال جديد. الو رمضان كريم، مين معي؟ باميلا. هلا يا باميلا، من عم تحكينا؟ من وين؟ من السبتيه. يلا باميلا، تاريخ وجغرافيا، سينما، سياسه، علوم، عموميات ام موسيقى، شو بتختاري؟ بنروح الى الموسيقى. وعندك رقم واحد، ثلاثة أم أربعة؟ واحد. رقم واحد، رح نسمع أغنية أنا كثير بحبها شخصياً لفنانة أنا كثير بعشق صوتها. نسمعها، برجع بطرح عليكم السؤال وما حدا يجاوب غلط. بأمره. بأمره. السؤال بيقول ما هو اسم هذه الأغنية لإليسا؟ الاحتمالات الأربعة هني: بستناك، عايشالك، كرمالك، أم ارجع للشوق؟ ست جناح. كمان ارر. ليه عم يعمل ارر؟ لأنه صبناه بالعين. صبناك بالعين. ما في شيء بصيبه بالعين، اسم الله. والله. الجائزة عم تتوزع على الشكل التالي: مع جاد 400 دولار، مع رشا 100 دولار، مع ميشيل 200 دولار، ومع الست جناح 300 دولار. جاد شو بتقول؟ أنا أكيد 100% نقينا إلي يعني. رشا؟ أنا إذا بقيت 100 دولار ما حدا حينقيني. السؤال من جيلك. طيب أنا بقول لها أكيد معي حق 100% خاصة بالموسيقى، أنت أدرى. أنا بعرف. بدون أي تعليق أكيد معي حق. ست جناح؟ أكيد. أنا معي حق. طبعاً. شو بدك؟ الحق غير معك؟ يلا شوفي مين بدك. أنا. شو؟ رجعي لي. ست جناح وهريون شوي. رشا ما رح يرجع. جاد ما بضيع ركض وكذا وبيسمع اسمع. رجعي لي. أنا عم بركض بسمع أغاني. أنا ما بحكي لها الحقيقة. ما بكذب عم. ولا أنا. أكيد. يلا شوفي شو بتعملي. بس اضمني حالك بالمبلغ أكيد. شوفي الخبرة. 100 دولار بجيبتي. معي مني أنا. 100 قليل. 100 لإلي أنا. 400 فيها. والله الخبرة يا عم الخبرة. شو بتقولي لو سمحتي سريعا؟ جاد. منثبت عن جاد. وبشوف رشا شو جاوبتي، أي احتمال؟ أنا دي. دي ارجع للشوق مزبوط. ميشيل؟ دي. دي مزبوط. ست جناح؟ دي. دي مزبوط، هي رح بتزيد لك أسهمك أكيد عند المشاهدين. جاد؟ دي مزبوط. برافو. جائزتك قيمتها 400 دولار، تقدمت هيدلز ايجنسي بتستلميها من الام تي في، وكانت هيدي الاغنيه من البوم احلى دنيا عام 2004. وبدي اقول ايضا مبروك لاليسا على اغنيتها الجديده سهرنا يا ليل، يلي عم تحقق رواج كثير كبير وصار عليها اكثر من نصف مليون مستمع باقل من يومين، وعم تسمعوها حصرياً عبر اغاني 98.9 اف ام. معي انا حصريه. هيدي حصريه. حصريه لسه مش حصريه على حدا لانه الكل بحبها، بس انا يعني بنقولها بعيد بيوت اكيد بيكونوا موجودين معها بأربعة آب. اتصال جديد. ألو. ألو بونجور. بونسوار. رمضان كريم، مين معي؟ رمضان كريم. الله أكبر. هلا يا مارك، ما عم تحكينا؟
من بيروت. يلا يا مارك، شو بتختار لنا؟ تاريخ وجغرافيا، سينما، سياسة، علوم، عموميات أم موسيقى؟ بنقي موسيقى. منضلنا بالموسيقى. وعندك رقم 3 أم رقم 4؟ 3. رقم 3. أيضا قبل ما أطرح السؤال عليكم ست جناح، كلنا سمع، نسمع. نسمع غنية. يلا. يلا جاد، رشا، ميشيل، جناح، كلنا سمع. وين ما شفتكش ما وحشتكش ابدا. السؤال بيقول من التي تغني؟ الاحتمالات الاربعه هن انغام، اصاله، لطيفه ام نوال. 10 ثواني تفضلوا جاوبوا. انتهى الوقت والمشاركين جاوبوا، اما الجائزه عم تتوزع على الشكل التالي: مع جاد 400 دولار، مع رشا 300 دولار، ميشيل 100 دولار، ست جناح 200 دولار. جاد عطيهم ال 400 مره. مارك خلينا نبتها من هلا، اذا ما رح تنقيني كثير رح ازعل، يعني بقى انت وقلبك شو ما بعرف، بس انا كثير رح ازعل عن جد. ما تردي علي. و 300 دولار مضمونين. ليك هي بطلت على الشغل. مضمونين. شو عم تبيعي؟ بليز مارك نقيني. بيعت مسا، خدها وروح. بسجل لك سيدي وببعث لك اياه. سيدي شو؟ قالي لك. ست جناح. أنا أكيد. أنا بقول اللي بيعمل هالنوع من الإغراءات بيكون في يعني في نوع من ال. أنا مضمونة 300 دولار معك 100 ما بتحرز، بس معي الجواب. بس أنا معي الجواب أكيد. مارك. خلص أنا 400 عن جد. مين بدك؟ أنا 90% معك. 90 شفت؟ أنا أكيد كل هالحكي ما بعرف. بده ست جناح، أوكي، بنثبت على ست جناح. شو هيدا؟ ميشيل أي احتمال اخترت؟ نسي. سي مظبوط، لطيفة. سي لطيفة. رشا سي لطيفة مظبوط. جاد بي بي، أصالة خطأ. ست جناح لطيفة لطيفة مظبوط. وعلى الأقل مع 1996 وكان من الألحان القيصر قاضي بالمقدمة. مبروك ألف مبروك لك. أكيد تقدم تراي ريزورت، جايزتك قيمتها 200 دولار. اتصال جديد. ألو. ألو. رمضان كريم، مين معي؟ علينا وعليك. نانسي. هلا يا نانسي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. نانسي قولي معي. نعم. غنية نانسي، بس قصدي تاريخ، جغرافيا، سينما، سياسة، علوم، عموميات أم موسيقى؟ موسيقى. ما بقى عندك غير لرقم 4، فرح أطلب منك دلك معنا على الخط. وإذا بحطوا له 400 لجاد بدي أركض أنا وياه من هون لاستوديو. لا لا. رح نسمع سوا أغنية، من بعدها بطرح عليكم السؤال. مستمع يلا. ما غباي إذا ما غباي كان جامع الله. جميل. السؤال بيقول ما هو اسم الفنانة التي تؤدي هذه الأغنية؟ الاحتمالات الأربعة هن أنا فيسي، كيتي غاربي، أنجلا ديمتريو أم شاكيرا. 10 ثواني تفضلوا جاوبوا. محمد هيني كثير هيدا الجواب. ممنوع تجاوبي ابدا. اوعى. بس بعرفه منيح وحافظه الغنيه. يعني سمعينا شوي من الغنيه. انتهى الوقت. جاد 300 دولار، رشا 100 دولار، ميشيل 200 دولار، ست جناح 400 دولار. تفضلي ست جناح، شو بتقولي لها؟ انا لكن ما تبرمي وتروحي وتلفي، انا على طول بحكي الحقيقه ما بكذب. والله بعرفها مليون بالمية الغنية، ايام ما كنت باليونان. اكيد 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 ما بدي اخسر. لا ما حتخسر، عم سألك بتخسر معي؟ لا. ميشيل ما بعرف قد ايه اكيد. شو معناته؟ صار في تشكيك، صار في تشكيك، ما بيهمنا، بهمني بتاع. لا حتى لهيك تأكيد انه بعرف المعلومة هي معناتها الزهرة. سو انا اكيد 100% من المعلومة 100%. وعطني غيرك. اوعى. لا فسرها. ايه ايه. رشا انا مأكدة بس ما بقنع حدا. جاد انا 300 دولار مش عاطلين. ست جناح. لا لا ما تغيري، اسمع مني مليون بالمية. ما تغركن القيمة. بنثبت على مدام جناح. ميشيل اي احتمال اخترت؟ انا بدي ارجع اشوفهم. سي انجلا ديمتريو مضبوط. رشا سي مضبوط. جاد سي. جناح سي مضبوط.
أيوة ست جناح. $400 ألف مبروك تقلي بالدكتور ولبن. وطبعا أخذتها على الاسم ديمتريو يعني أنه اليوناني أكثر. شوف سوا كيف توزعت النقاط. فينا نشارك ونصف. شوف سوا على الشاشة كيف توزعت النقاط على الشاشة. استمرار مع ست جناح و 1500 نقطة. ميشال المركز الثالث تقاسموا مع جد وبيعطيك 1000 نقطة. أما رشا المركز الثالث. سيبتي رشا سيبتي. ما بتحب تغير رأيها. فاصل ونواصل الأجواء الحلوة بمنجيلك. خليكم معنا.